السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم عالم عواطف، وكنتمنى ان الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال وفي صحة جيدة. الوصفة ديال اليوم غادي تكون كيك رائع بزاف، وكيف ديما بابسط المقادير واسهل طريقة. فغادي ندوزو مباشرة باش غادي نشوفو المكونات مع الطريقة ديال التحضير. وغادي نبداو مباشرة في الطريقة ديال التحضير، وفي نفس الوقت غادي تشوفوا معايا المكونات. فأول مرحلة غادي ناخد كأس إلا ربع من السكر حبيبات مع كأس من الحليب، وكأس إلا ربع من الزيت مع 2 ملاعق كبيرة ديال الكاكاو المر بدون سكر. أنا هنا غادي نغبله لأن عندي فيها كحبيبات. من بعد غادي نخلط هاد المكونات بالطراب الكهربائي حتى كينسجموا تماما. اما تستعملوا الخلاط بهذا الشكل هذا او الكأس ديال الخلاط الكهربائي على حسب اللي متوفر عندكم، وهذا هو الشكل ديال الخليط كيجي بهذا الشكل هذا. فغادي ناخد نصف كأس من هاد الخليط، فهاد نصف كأس غادي نحتفظ به حتى لآخر مرحلة ديال تزيين الكيك، هو اللي غادي نسقي به الكيك. وبالنسبة لباقي الخليط فغادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من سكر الفانيلا وجوج حبات من البيض، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا. غادي نستعمل فقط الطراب اليدوي، ما غاديش نحتاجو نهائيا للطراب الكهربائي. ملي غادي نسجمو هاد المكونات فغادي نضيف الدقيق، فعندي كأس وربع ديال الدقيق الابيض، ضفت معاه 7 غرام من خميرة الحلويات. فكأس وربع ديال الدقيق الابيض بالجرام هي 150 غرام، ف150 غرام ديال الدقيق الابيض مع 7 غرام من خميره الحلويات، فدمجتهم مع بعضهم. ومن بعد غادي نغرب لهم وغادي نضيفهم لهذا الخليط، وغادي نخلط جميع المكونات حتى غادي نسجمو. من بعد غادي تشوفوا معايا القوام ديال الخليط كيفاش كيجي الشكل ديالو. نتأكد أنني دمجت جميع المكونات، ما بقاش عندي الدقيق هكا في الخليط. وهذا هو القوام كيف ما كتشوفوا معايا، الخليط كيجي هذا هو القوام ديالو، والمقادير اللي عطيتكم فهي مضبوطة. فهنا ملي عندي الخليط واجد فغادي نجيب المول اللي غادي نطيب فيه هاد الكاك هذا. بطبيعة الحال تستعملوا الشكل اللي بغيتو. فخديت انا هكا المول فرشت فيه الورق. الا كنتو نتوما متعودين كدهنوه بالزبدة ترشوه بالدقيق الابيض، او دهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق الابيض، فهكا فرقت فيه الخليط. وغادي ندخلو الفران على 180 درجة، خدا ليا بالضبط المدة ديال نصف ساعة. وملي طاب الكيك وخرجتو غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو. هنا عاد خرجتو مازال سخون. بطبيعه الحال المده غادي تختلف حتى على حسب النوعيه ديال الفرن اللي عندكم، فانا كيف سبق لي وذكرت لكم خدا لي المده ديال نصف ساعه بالضبط. وهنا ملي خرجتو من الفران وهو مازال سخون غادي نسقيه بالخليط اللي احتفظنا به في الاول، نصف كاس من الخليط اللي خدينا في الاول وكنسقيه هو مازال سخون. ضروري اننا كنديروه وهو مازال سخون باش كيتشربوا الكيك. كيف ما كتشوفوا هنايا الكيك كيتشرب الخليط كامل، وملي غادي يبرد الكيك هنا غادي نحيد له هكا الاطار. و
وغادي ندوزو باش غادي نوجدو الكاناش ديال التزيين. فهنا عندي 100 غرام ديال الشوكولا السوداء، انا استعملت هذه النوعيه هذه بالنسبه للبنات اللي في ايطاليا وكيسولوني على الانواع اللي كنستعمل. وهنا غادي تستعملوا اما هكا الكريمه ديال الشوكولا او دانيت شوكولا. فللاشاره فانا استعملت علبه واحده فقط، فغادي ديروا علبه ديال دانيت مع 100 غرام ديال الشوكولا السوداء. فخديت 100 غرام ديال الشوكولا السوداء ودوبتها في حمام مريم، ملي دابت ضفت ليها علبه ديال دانيت شوكولا وخلطت المكونات، وهذا هو الغاناش واجد. وهنا غادي نزين به الكيك ديالي بهذا الشكل هذا، غادي ندهن حتى الجوانب والوجه ديالو، غادي ندير هكا خطوط مموجة على الوجه. بطبيعة الحال الطريقة ديال التزيين كتبقى اختيارية. وهنا غادي ناخد حبيبات ديال الشوكولا او الشعرية ديال الشوكولا او كل واحد واشنو كيسميها، وغادي نديرها هكا في الجوانب ديال الكيك. الا بغيتو حتى ديروها على الكيك كامل، فكيف ما قلت لكم الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه. وبالنسبه للوجه فخديت هكا واحد الحبه هكا ديال الفريز وقسمتها على 4 وحطيتها هكا في الوجه، وغادي ندير القليل ديال الشوكولا البيضاء اللي حكيتها غير هكا باش نديرو شويه ديال الالوان. وفجاه هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي رائع بزاف هذا الكيك، كيجي المذاق ديالو لذيذ، الكيك كيجي خفيف، ومع الخليط اللي سقينا به الكيك كيجي الكيك هكا مسقي، وحتى الكناش كيزيد كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم، وكيك اللي بسيط بسيط بزاف وكيستحق انكم تجربوه. فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإن شاء الله تلقاه في وصفات أخرى.